يعني انا مثلا اكلم البنت اللي بتساعدني في البيت، ما هو الناس البسطاء برضو مش بيتفرجوا على التلفزيون، ما عندهمش وعي سياسي، فلازم كل واحد يساعد التاني، اللي عنده سواق، اللي عنده طلاب في الجامعه، اللي لازم نعمل عمليه الاعلام طبعا قايم بدوره، ان دورك مش تنتخب يعني واحد معين، مرشح معين، ده مش دورك وده احنا مش في كل دوري، الاحوال بنقف على مسافه واحده من الجميع مسافه واحده، طبعا. انت اختار اللي انت عايزه. هيقول الموضوع صوره مصر زي ما الدكتور قال، ان لازم قدام المنظمات الدوليه والمراقبين ان في نسبه مشاركه سياسيه، ما تبقاش نسبه مشاركه سياسيه مثلا المجتمع المصري اللي هو 108 مليون 20%، ده كده بين قوسين عار، عار سياسي وعور سياسي، كيف شعب 108 مليون ينتخب منه 20%، لكن على الاقل ممكن تبقى 70%، ساعتها اقول لك انت شعب جدا تليق بالاحترام الذي يعني يليق بك ان انت فعلا بتنزل وبتشارك. وبعدين انت تنزل تشارك علشان المواطنه ايه هي؟ علاقه المواطن بالدوله. الدوله دي اللي هي ارض وشعب وحكومه. طبعا. فانت من الشعب وهتختار واحد من الشعب، ايا ما كان اللي هتختاره، انا دلوقتي بقول لك انت لك مطلق الحريه، لكن لازم تأدي دورك، عندك واجب وعندك حق. حقك تنتخب تنزل تشارك بصوتك، وحقك ومن واجبك انك تشارك بصوتك. هو لازم يفهم لما عمله ليها وجهين، زي ما انت عايز حقك في كل حاجه، عايز الاسعار ترخص، عايز الدولار يرخص، عايز الحياه تبقى حلوه قوي، عايز اطلع وعبر وشوف مين ممكن يناسب افكارك. وانت ما تعرفش ايه اللي بيحصل، والرئيس نفسه قال انا لما هيجي الوقت هقول شكرا سلام عليكم وامشي. كون ان الكفه بتاعت الرئيس السيسي يعني هي الاعلى، لكن ده انت لك مطلق الاختيار. وما تقوليش فعلا زي الدكتور صلاح ما قال انا مش اخوان، انا مش كذا، لا، ما انت لو مواطن مصري اصيل وبتحب البلد دي، كلام مش كلام، كلام حقيقي، انزل وشارك بصوتك علشان تبقى نسبه المشاركه عاليه، عشان يبقى شكلنا كويس، علشان خاطر ما هي محسومه، ما هو هتلاقي اعدائك بيقول لك ما هي محسومه، ما هي معروفه، ده كلام اي كلام، احنا عايزين مشاركه سياسيه. زي ما نزلتوا في 2013 ونزلتوا بعد كده في كل حاجه بتساندوا مصر، انزلوا وساندوا، هو ده الوقت اللي احنا محتاجينه. انا شخصيا انا عارفه انا هختار مين وانا هعمل ايه، انا مش لازم اقول في الاعلام، لكن دوري حتى لو تعبانه هنزل في الوقت دكتور اللي حضرتك يعجبني. عندك 3 ايام وعندك لجان بتفتح من 9 صباحا لغايه لحد بالليل، 7 مساء لغايه 7 تقريبا، مساء فيعني إيه؟ عندك وقتك مناسب جدا جدا. انت ممكن تعتذر من شغلك وتنزل نص ساعه تنتخب للمدرسه لا او وليه، اقرب ما انت المكان ليك تخلصي شغلك براحتك او تخلص وتروحي شغلك براحتك تنتخبي. وانت رايح تنتخب، ادمي بصوتك. لكن بعد في حاجه بقى كمان، حد قال لي انا هروح ابوظ صوتي، قلت له ليه؟ ليه؟ قال لي اصل انا تعبان ومش تعبان. حتى لو تعبان انتخب اي حد انت شايف ممكن يحقق لك الحاجه اللي في دماغك، بس لازم تشارك، لازم تشارك، يعني لازم تشارك عشان انت نفسك تحترم ذاتك ان انت شاركت في صناعه القرار السياسي في بلدك، وان ده دورك وحقك. زي ما انا قلت لك كده، عمله ذو وجهين، صحيح، زي ما ليا حق انا عليا واجب، فانا لازم اعمله. وكل واحد فينا، كل واحد فينا في مكانه يساعد الناس اللي ما عندهمش وعي سياسي. يعني احنا يا دكتور في الجامعه نساعد طلابنا، لان مش كل طلابنا على نفس مستوى الوعي، نساعد الناس اللي بيشتغلوا تحت ايدينا، السكرتاريه، نساعد السواقين، نساعد كل واحد.